فترة زواجنا كانت سنة، وبعدها تم اعتقاله عن طريق محسوم طيار. كانوا عارفين انه راح يكون بالمنطقة هاي في طريق بيت لحم، ومروح على الدار على بيته واعتقلوا، تم اعتقاله. كانت دورية تستنى فيه، وتم اعتقاله في هذيك الفترة على الساعة 5 المغرب، ويعني كان مروح من الشغل، مروح على البيت. أحمد من الشباب، كان من الشباب الكويسة، أخلاقياته كانت أخلاقيات الشعب الفلسطيني، أخلاقيات النضال الفلسطيني، وكان نشيط في مجمل نواحي الحياة، وكان يحب وطنه ويحب إنه يدافع عن وطنه، وعلى هذا السبب هو اختار هذه الطريقة. من البداية كان هو نشيط بهذا الاتجاه، وكثير من الأيام يعني كان يشارك في أحداث الشارع اللي كانت تصير، فبالأساس هو عنده هذا الاتجاه. هذه أول مرة بتم اعتقاله فيها، ويعني أخذ حكم عاجل. أنا انولدت من وأنا صغير وأنا مش شايف أبوي، ضليتني لحالي لعمر 15 سنة، وبعدها أمي اقترحت عبوي إنه نجيب علي نطفة، وأنا بعد كم من زيارة قعدت أقنع بأبوي. أبوي كان متردد من هذا الإشي، وضلينا نقنعه لصار الإشي، والحمد لله أجا علي وهي ينور البيت. أحمد أبو عمر بعرفه من قبل الأسر، إحنا تقريبا كنا بنفس المجموعة بنفس القضية. تم اعتقالي بداية 11 سنة 2000، وهو تقريبا بأول 7/4/7 سنة 2001، 8 شهور ما بيننا. وأمضيت 19 سنة داخل الأسر، معظم سنوات الأسر كانت برفقة أخوي أبو عمر أحمد شاهين. أنا عشت أنا وياه بعدة سجون، عشت أنا وياه بنفحة، بسجن الشارون، بسجن جلبوع، وهي اللي فترة طويلة. يعني كل معاناة الأسر، كل هذه السنوات الطويلة كنا مع بعض عايشين. لا إحنا الأسير مع الأسير أو الحياة داخل السجن، صرنا نعرف بعض أكثر بجوز ما أهلينا بيعرفونا. يعني بحكم الحياة إحنا 24/24 مع بعض، يعني كل تفاصيل حياتنا، يعني وين تملوا الأسير بيزعل، وين أنت بفرح، وين أنت بغضب، كل هذه تفاصيل الحياة عشناها مع بعض. المناضل أبو عمر بيمثل واحد من النماذج النضالية المشرفة اللي كانت في التجربة الاعتقالية بتنم عن أسير مناضل خلوق حقيقي يحسن صناعة ونسيج العلاقات الأخوية والنضالية المحترمة. بتتعرف فيه على أبو عمر، بتحبي هذا الرجل لأخلاقه، لتعامله مع الأسرى، ولروحه المعنوية والفكاهية والأخوية اللي بتحبب الإخوان والزملاء فيه، وبتهون من وجع القيد وظلم وقهر الأسر. هوايات القراءة ربما يعني، وحب المعرفة والثقافة، هذا شيء مشترك. أبو عمر بارع فيه، وهو يعني أسير مثقف، وربما التنافس وحب القراءة، وكديش مين بدي يقرأ أكثر، ومين اللي بتنافس على قراءة الكتاب الجديد أول، وامتلاك المعرفة والوعي، وهي من ميزات. أنا عندي عمر وعلي. عمر عمره 20 سنة، لما انحبس أبوه كنت حامل فيه جديد 2 شهر، حتى بأول محكمة هو عرف شو جنس المولود، ولد ولا بنت، وقلت له بالمحكمة إنه إحنا رح نجيب ولد. عمر عمره هلأ 20 سنة، خلص توجيهي وسنة بجامعة بير زيت، سنة ثالثة جامعة. وعلي نطفة مهربة، عمره 4 سنين، هلأ هو في أول سنة روضة. وإحنا لما فكرنا، كانت مش إشي سهل لما فكرنا إنه نجيب علي والنطفة المهربة، يعني قعدنا فترة نفكر وهيك، لأنه موضوع مش سهل.
بس بنفس الوقت لما شفنا انه صار الموضوع اغلب اهالي الاسرى يعني تطرقوا له وهيك، فحكينا لازم انه مدة احمد اعتقاله يعني منيحة 22 سنة، فلازم يكون يعني كمان اخ لعمر او اخت. والحمد لله زبطت الشغلة وزرعنا مكان اول مرة وتاني مرة وزبطت الحمد لله. الأسير الفلسطيني حتى داخل السجن اختار انه يستمر في النضال، جزء من مواجهة ومقاومة الأسر ومقاومة سياسات إدارة السجون كان مسألة تهريب النطف. هذا العمل المقاوم اللي هو بدلل على استمرار في الحياة، استمرارية في الحياة. هذا سفراء الحرية، علي هو ابنه لأحمد اللي هو ثمرة نضال، هو قصة نضال، إنه الأسير الفلسطيني اختار إنه يكون إنه يثبت للاحتلال إنه ما زال موجود وما زال مستمر بهذه الحياة رغم محاولاتهم لسلبه أو إخراجه من هذا الحياة فعلي اللي ما شاء الله عنه، علي الرائع اللي إن شاء الله بتروح يا أحمد وبتشوفه وبتعيش وبتعيش معاه طفولته، هذه الطفولة اللي انحرمها عمر بوجودك. عمر انولد يعني انولد بعد اعتقاله بكم شهر، فما عاش أحمد، ما عاش حياته ولا تفاصيله، لكن إن شاء الله بإذن الله أنه قريبا حتكون يا أحمد بيننا وحتشوف علي اللي حينسيك كل وجع هالسنين، وجعها 22 سنة، وحتعيش معاه وحتنبسط معاه بإذن الله. دائما الزيارات أغلبهم بيكونوا من برا، يعني أنا بقدرش أشوفه، بس في كم من مرة دخلت عنده من وأنا صغير، ومرة واحدة سمحوا لي أتصور معاه، والصور هاي عندي، وأغلب الأوقات ما بيخلونيش أدخل عنده، دائما الزيارات من وراء الكزاز. أنا أبوي دائما يعني طبعا كنت أفتقده بالدار، كنت أشوف ناس يعني مع عائلة كاملة، وأنا كنت أحس بهذا الشعور، وإن شاء الله أبوي بيطلع عن قريب وبكون ويكون زي باقي الشباب والأسرة. يعني أبو عمر مناضل محب للحياة، هو ملقب بالسريع وهو يعني دائما مسرع نحو الحياة، وما قاتل وما فقد حريته إلا ليمتلك حياة مستقبلية. يعني هو يعني أكثر شيء سيفكر فيه أبو عمر أن يلتقي بعائلته بزوجته اللي انتظرته كل هاي السنوات، بأبنائه، بعمر وعلي. علي سفير الحرية، هذه الأسطورة الفريدة اللي يعني تفرد فيها أسرانا الفلسطينيين داخل السجون وفجروا لنا أسطورة محرري النطف. هؤلاء الأطفال سفراء الحرية اللي هم منحونا أمل متجدد. نجح الأسير أبو عمر زي رفاقه الأسرى اللي حرروا النطف، نجح إنه يمنح عائلته، يمنحنا كشعب فلسطيني أمل. قلنا أنا من هذا المكان اللي فيش إشي بيشبهه إلا الموت، هذا المكان اللي بيتعرض فيه الأسير للقهر والوجع والاستهداف المستمر، نجح هذا الأسير أن يحرر طفلاً، أن يحرر ابناً، أعطانا أمل بأنه هذا الشعب لا يمكن أن يموت، وأنه كل محاولات السجان وكل محاولات الاحتلال بقتل هذا الشعب الفلسطيني وقتل الروح الوطنية والنضالية في هذا الشعب وتحطيم هذا الأسير معنوياً ونضالياً فشل السجان، واللي أثبت أنه هذا السجان فشل هو نجاح أبو عمر بتحرير علي. قديش بتحب بابا؟ كثير. بابا وعمر بابا. أحب أوجه كلمة لأحمد، إنه مش لأحمد وبس، للأسرى كلهم، أنتوا مربع صلب بالنسبة لنا، بالنسبة لنضالنا الفلسطيني، وإنه يا أحمد أنت قربت تطلع وإن شاء الله عن قريب بتكون بيننا،
بتمنى إنه الإفراج يكون قريب لجميع الأسرى كاملة. بوجه له أحمد، إحنا اليوم بنصور من بيتك، يعني تغيرت كتير أشياء من أول ما حبست، وهذا كله طبعاً إلك إحنا بنسويه وبنجهزه إلك، قربت تطلع، هذا بيته يعني وإحنا جهزنا له إياه. أنا يعني قد يعني استنيت، قديش سنين استنيت، بس ضايل الوقت القصير، وكانت يعني أحلى أيام، مش يعني ما حسيتش يوم بغصة إنه بعيد عني، بالعكس دايماً كان يمدني القوة، ودايماً يعني عنا إرادة وعنا قوة إن نستنى أنا وولاده، وإحنا بنعطيه القوة كمان، نستمد القوة منك، وإن شاء الله عن قريب بنشوفك وهانت مش ضايل إشي. وأنا درست بالجامعة عشان بس تطلع طفت خير، ودرست عشانك وعشان أمي، وحققت لك اللي بدك إياه، وإن شاء الله تطلع وننبسط، والله يهونها عليك وعلى جميع الأسرة. Come on, come on.